يتزن لوح من الخشب. هنمسح بقى ده كده كله ونتكلم عن تمرين تاني بيقول لي يتزن لوح من الخشب. تمرين اتنين بيقول يتزن لوح من الخشب وزنه 2 ثقل كيلوغرام على مستوى يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30 درجة، وكان معامل الاحتكاك بين المستوى واللوح بيساوي 9/10 تحت تأثير قوة 2.5 ثقل كيلوغرام، وتعمل في خط أكبر ميل للمستوى ولأعلى. اوجد اول مطلوب مقدار قوة الاحتكاك 2، بين ما اذا كان الجسم على وشك الحركة ام لا. مسألتنا مرة تانية بيقول لي يتزن لوح من الخشب، احنا بنتكلم عن لوح من الخشب موضوع على مستوى مائل، يبقى عندي مستوى مائل وفي لوح من الخشب اتحط عليه، فالمفروض ان هو هنشوف بقى يتزحلق ولا ماسك نفسه. ما انا وريتك البشاره لما حطيتها على المذكره كانت سانده نفسها، قعدت ميل ميل لحد ما خلاص بقى هتقع. يبقى انا دلوقتي لما يكون ماسك نفسه، يا ترى ماسك نفسه ازاي؟ تعالى ما نشوف. بيقول لي يتزن لوح من الخشب وزنه 2 ثقل كيلو جرام على مستوى يميل على الافق بزاويه 30 درجه. يبقى انا هعمل دلوقتي ادي مستوى يميل على الأفق بزاوية 30. ماله المستوى ده؟ فيه لوح من الخشب. ادي الجسم المحطوط اهو. الجسم ده ليه ايه؟ ليه وزن. وزنه 2 ثقل كيلو جرام. الوزن بتاعنا بنحلله إلى مركبتين ما احنا عارفين، خلاص. وزنه 2، يبقى 2 جتا 30 و2 جتا 30. كنت هكتب هنا الوزن وقول دي 30 وحللها جتا وجا، ما احنا خلاص عرفناها. يبقى 2 جتا 30 و2 جتا 30 وليه رد فعل، مفيش كلام عليه. ده ايه اللي حصل؟ كان معامل الاحتكاك بين المستوى واللوح 9/10، هو قال لي ان معامل الاحتكاك 9/10، دي معلومه تبقى عارفها. طب كتر خيرك. تحت تاثير قوه 2.5 ثقل كيلو جرام، يبقى اللي خلى اللوح ده يتزن مش هو ثابت لوحده. قلت له امال ايه؟ قال لي في قوه ماسكاه، قوه 2.5 ثقل كيلو جرام تعمل في خط أكبر ميل للمستوى لأعلى. الخط المائل ده هو خط أكبر ميل، يبقى القوة بتاعتنا تعمل في هذا الاتجاه، دي اللي هي قاف، تعمل لأعلى. عايز يجيب مقدار قوة الاحتكاك. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي، بيقول لي إيه؟ يتزن لوح من الخشب على مستوى يميل على الأفقي، وكان معامل الاحتكاك، اللوح ده لما يتحط أكيد هيتزحلق، إيه اللي ثبته؟ القوة اللي شداه. يبقى القوة دي شداه، بتشد الأعلى والاحتكاك ح الناحية التانية. طب ليه سميته ح؟ قال لي يا جماعة لأن الجسم بتاعنا ده، الجسم بتاعنا متزن، ما قلتلكش إن هو على وشك الحركة. طالما الجسم متزن يبقى القوة 2.5 والناحية التانية ح. نبدأ نحل مسألتنا. طلب مني قال لي وجد مقدار قوة الاحتكاك، عايز إيه؟ قوة الاحتكاك اللي هي ح. طب ح دي جيبها إزاي؟ من القانون ده. فأنا عارف إن القاف بتساوي ح زائد 2 جا 30، يبقى 2.5 بتساوي ح زائد 2 في جا 30 اللي هي بنص، يبقى ح بيساوي 2.5 ناقص 1 بيساوي 1.5، صح كده؟ تمام. بس سؤال بقى مهم، مين قال لك ان القوة دي، ان الجسم بتاعنا على وشك التحرك لأعلى، يعني لو اتحرك هيتحرك لأعلى، ليه ما يكونش متزن لوحده؟ قال لي طب وانا اعرفها ازاي دي؟ قلت له هقول لك، تابع معايا بقى التشبيه ده وهنخلينا مع بعض. بص معايا،
أدي جسم على مستوى مائل، أدي مستوى مائل، وأدي الجسم اتحط عليه. الجسم ده كان هيتزحلق، فأنا مسكته من هنا هو من فوق سبت. يبقى اللي منعه من الانزلاق إن أنا ماسكه من فوق. طب ما هو ممكن يكون المستوى مائل قوي، الجسم أصلا متزن، مش مائل قوي، الجسم متزن، فأنا قمت شده لتحت بقوة خليته على وشك التحرك. يبقى الجسم هو محطوط على المستوى، ممكن القوة تشده لفوق وممكن القوة تشده لتحت، ده براحته. والجسم هو محطوط على المستوى ممكن يكون ثابت وممكن يكون على وشك التحرك لأسفل. أنا عايز أعرف بقى في مسألتنا، أعرف منين إن الجسم ده هيبقى على وشك التحرك لأعلى ولا الأسفل؟ طب ده سامع الناس بتقول كلام كويس قوي. قال لي إيه؟ قبل الحل خالص اسمع بقى الحته دي، انا ما اعرفش اصلا ح هتتحط فين. القوه بتاعتي نركز لهم على المساله يا جماعه عشان يشوفوها، القوه بتاعتي كام؟ 2.5. والناحيه الثانيه مركبه الوزن كام؟ 2 جا 30. ادي قوه بتشد لفوق وقوه بتشد لتحت، ادي قوه وادي قوه، يا ترى مين الكبير فيهم؟ تعال ما نشوف. القوه لاعلى المستوى، مين اللي فوق المستوى؟ قاف، اللي هي بكام؟ 2.5 ثقل كيلو جرام. القوة لأسفل المستوى، مين اللي بيشد لتحت المستوى؟ 2 جا 30. طلعت بكام على الآلة؟ 1 ثقل كيلو جرام. مين الكبير فيهم؟ طبعا القوة للأعلى، يبقى اللي بيشد لفوق أكبر من اللي بيشد لتحت، يبقى المفروض الجسم على وشك التحرك لإيه؟ لأعلى. مين اللي منعه من الحركة وخلاه متزن؟ احتكاك يعمل في عكس اتجاه الحركة. يبقى إذن اتجاه الحركة لأعلى، يبقى إذن قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة تبقى الأسفل. يبقى الاحتكاك يتحط هنا، يبقى مكان قوة الاحتكاك أدي قوة 2.5، أدي قوة تانية اللي هي مركبة الوزن 2 جا 30، 2.5 ودي طلعت بواحد، 2 جا 30 بواحد. مين الكبير؟ القوة اللي فوق، يبقى الجسم هيتحرك لأعلى. مين اللي منعه من الحركة؟ قوة احتكاك. يعني لو كان المستوى ده أملس يا جماعة والقوة دي شدت 2.5 كان الجسم طلع لفوق. اللي منعه من الحركة خشونة المستوى اللي هي عملت احتكاك سمناها. تعرف تجيب لي بقى ح بكام؟ من كده خلاص عرفت إن الح زائد 2 جا 30 بيساوي 2.5. يبقى الح بيساوي 2.5 ناقص 2 جا 30، 2.5 ناقص 1 اللي احنا لسه جايبينها، طلعت 1.5 ثقل كيلو جرام، وكده جبت قوة الاحتكاك. بين ما إذا كان الجسم على وشك الحركة أم لا. والله يكون على وشك الحركة لما الاحتكاك يبقى احتكاك نهائي. هي الكاب بتساوي إيه؟ ميم في ره، ميم قايل عليها بتسعة من عشرة، في ره رد الفعل العمودي. طب وأنت عندك رد الفعل العمودي بكام؟ قلت له الره بتساوي 2 جا 30، ضربت دي على طلعت 1.559 من 1000. الحاء بقى قيمتها بتساوي الكاف ولا اصغر منها؟ اصغر منها بنسبه ضئيله بس اصغر. يبقى اذا كاف اكبر من الحاء، وطالما اكبر منها يبقى اذا الجسم متزن. امال امتى يكون على وشك الحركه؟ لو الكاف طلعت قيمتها تساوي الحاء. يبقى لو الحاء قيمتها بقت زي الكاف بالظبط بالملي، يبقى الجسم على وشك التحرك. اصغر منها يبقى الجسم ليس على وشك الحركه. يبقى احنا بنجيب قيمه ح وقيمه كاف عندنا، الح والكاف، لازم الح تكون قد الكاف عشان الجسم يكون على وشك الحركه. لو اصغر منه يبقى ما بيتحركش، وطبعا عمرها ما تكون اكبر منه. وكده حلينا المثال بتاعنا. يبقى المثال بتاعنا بيكلمني عن الاحتكاك، وانا عشان اتكلم على الاحتكاك لازم الناس يا جماعه تفهم، لازم اعرف اتجاه الحركه. على المستوى المائل ممكن الجسم يكون بيتحرك لاعلى او لاسفل. قوة الاحتكاك تعمل على معاكسة الحركة، يعني عكس اتجاه الحركة. بيكلمنا عن التمرين اللي جاي وبيقول لي يرتكز جسم برضه. يرتكز جسم، الجسم اللي بيتزن بتاعنا بقى حكايته ايه؟ مثال رقم 3، يرتكز جسم وزنه
40 سوق ل 40 نيوتن على مستوى مائل خشن يميل على الأفق بزاوية ظلها 3/4. فإذا كانت أقل قوة تعمل في اتجاه المستوى الأعلى وتحفظ توازن الجسم، تساوي 16 نيوتن. اوجد معامل الاحتكاك بين الجسم والمستوى. تعال ما نشوف. يرتكز جسم وزنه 40 نيوتن على مستوى مائل خشن. ادي المستوى المائل، يميل على الافق بزاويه. هو قال لي زاويه ايه؟ قياس الزاويه كام؟ هو انا عايز الزاويه ولا عايز ظلها؟ قلت له عايز ظل الزاويه. قال لي طب خلاص فين الزاويه؟ قال لي ظاهي 3/4. يبقى انا هرسم من عندي مثلث قائم الزاويه، هي المقابل 3 والمجاور 4 الوتر من فيثاغورس 5. يبقى هنجيب له الجاه 3/5 والجتا 4/5. كده عرفت الجاه والجتا. يرتكز جسم وزنه 40، الجسم وزنه 40، يبقى عندي حاجتين اساسيين هرسمهم. اول حاجه وزن الجسم يتحلل الى مركبتين، 40 جتا اهي 40 جاه، ورد الفعل عمودي على المستوى. دول اساسيين، 40 جتا 40 جاه، رد الفعل عمودي. رجع قال لي ايه؟ فإذا كانت أقل قوة تعمل في اتجاه المستوى الأعلى وتحفظ توازن الجسم، توازن الجسم تساوي 16 نيوتن. يبقى القوة اللي بتشد لفوق مقدارها 16. بس إيه الكلام الكتير اللي قاله ده؟ القوة اللي لفوق مقدارها 16. بيقول لك إيه بقى؟ أقل قوة تعمل في اتجاه المستوى الأعلى وتحفظ توازن الجسم. أقل قوة تحفظ توازن الجسم تعني أن الجسم على وشك التحرك. أقل قوة تحفظ توازن الجسم تعني أن الجسم على وشك التحرك. لإيه؟ لأسفل. واللي يأكد لك الموضوع ده حاجة بسيطة. تعال ما نشوف. القوة لأعلى، مين اللي لفوق؟ 16. القوة لأسفل المستوى 40 جاهي، وجاهي اللي هي 3/5، يطلع 24 سوق لكيلو جرام. مين الكبير؟ اللي الأعلى ولا الأسفل؟ لا لأسفل طبعا، دي الأكبر، وطالما الأكبر يبقى الجسم على وشك التحرك لأسفل، وطالما على وشك التحرك لأسفل يبقى الاحتكاك قوة الاحتكاك لأعلى، ويرمز لها بالرمز كاف لأن الجسم بتاعنا على وشك الحركة. الجسم بتاعنا على وشك الحركة. يعني ايه الجسم على وشك الحركة؟ انا عايز اشرح الحتة دي واقف فيها قبل ما اكمل المسألة. الموضوع ببساطة يا شباب، هنتخيل في جسم عندنا، عارف انت لما بتروح الحدائق وتلاقي فيه الزحليقة دي، زحليقة. طيب ادي الزحليقة بتاعتنا، هلعبك انا لعبة هنا. تعال ادي الزحليقة، السلم بتاعها اهو. ايه اللي حصل؟ صاحبنا طلع هنا اهو، اهو وقف على الزحليقه، هوبا هيتزحلق. لا هات له، هات لهم الزحليقه بس، عايزين نشوف الزحليقه بس، سيبك من المساله خالص، الزحليقه بس عايزين الجنب ده بس يا جماعه. صاحبنا طلع هنا اهو وهيتزحلق، في واحد وقف وراه وقام ماسكه. لما مسكه ايه اللي حصل؟ هيحصل حاجه من اتنين. لو كان ده تقيل، ده مسكه اهو، اللي ورا مسك اللي قدام، فلما مسكه منعه من الانزلاق. فلما منعه من الانزلاق
في اللحظة دي صاحبنا ده كان ماسك بقوة كبيرة طبعا، فالقوة دي ثبتت الجسم اللي قدام خليته ما تزحلقش، لكن الجسم تقيل فخلاص هيفلت من ايدي، هيفلت مني يا جماعة خلاص هيتزحلق. فاضطريت في اللحظة دي اعمل ايه؟ قمت بايدي التانية ماسك وشدد اكتر فسحبته ناحيتي لفوق. يبقى هنا الجسم حصل له موقفين، لو الجسم اتحط كده اهو كان على وشك التحرك لاسفل، بعد كده بقى على وشك التحرك لاعلى. ايه اللي حكمه؟ ارجع لي تاني، الجسم في الاول كان مسكته بقوة خلاص هيفلت من ايدي، قمت بايدي التانية ماسكه جامد وبدأت اشد. في الاول كان ثابت وفي الحالة التانية برضو ثابت، بس في الحالة الاولى كنت ماسك اقل قوة تجعل الجسم على وشك التحرك لاسفل، ولما زودت قوتي خلاص هسحبه الاعلى. يبقى انا وانا ماسكه كان هيفلت من ايدي، فاضطريت اقوم مزود قوتي عشان اسحبه ناحيتي لفوق. يبقى الجسم الاول كان هيقع، بعد كده انقذته وطلعته. يبقى دلوقتي كان الجسم على وشك التحرك مرتين، فحتى بيقول لك ايه، كنت هقع بعد كده شدني وقومني. يبقى لما كان هيقع على وشك التحرك لاسفل، ولما قومته على وشك التحرك لاعلى. طب في الموقفين دول انا اللي كنت بشد بقوه، انا اللي كنت بشد بقوه، يا ترى القوه دي ايه حكايتها؟ كنت اول مره اقل قوه تجعل الجسم على وشك التحرك لاسفل، تاني مره تبقى اكبر قوه تجعل الجسم على وشك التحرك لاعلى. يبقى لو قال لي اقل قوه تحفظ توازن الجسم، يبقى الجسم على وشك التحرك لاسفل، ولو قال لي اكبر قوه تحفظ توازن الجسم، يبقى الجسم على وشك التحرك لاعلى. هنا لما قال لي، نرجع لمسالتنا، الجسم على وشك الحركه، ليه قلنا على وشك الحركه؟ لانه قال لي ايه، اقل قوه تعمل في اتجاه المستوى لاعلى وتحفظ توازن الجسم. اقل قوه تحفظ توازن الجسم، يبقى الجسم على وشك التحرك لاسفل، الجسم بتاعنا على وشك الحركه لاسفل المستوى، علشان كده حطيت معامل الاحتكاك لاعلى. طلب مني قال لي وجد معامل الاحتكاك، يبقى عايز الميم، الميم اللي هي كاف على ر، نجيب له الكاف ونجيب الر. ر بتساوي 40 جتا ه، يبقى ر بتساوي 40 في جتا ه اللي هي 4 على 5، يطلع 32 سوق لكيلو جرام. نجيب له كاف، قاف زائد كاف بيساوي 40 جا ه، يبقى الكاف بتساوي 40 جا ه ناقص قاف. 40 جا ه لسه جايبينها، 40 في 3 على 5 ناقص قاف اللي هي 16، طلع الناتج 24 ناقص 16 تطلع ب 8. كده عندي الكاف وعندي الره، نجيب له الميم، الميم بتساوي كاف على ره، كاف اللي هي 8 على ره اللي هي 32، يطلع الناتج بيساوي ربع، وده معامل الاحتكاك. عايزك بقى تركز لي في اللي جاي، اخر 3 دقايق عندنا، تشوف لي بقى انا هعمل معاك ايه دلوقتي. الجسم على مستوى، بيقول لك اذا وضع جسم على مستوى مائل خشن، ايه اللي هيحصل للجسم ده؟ هنقسم المستوى عندنا لثلاث حالات. اول حاله على وشك الحركه تحت تأثير وزنه فقط، في الحالة دي هنقول له معامل الاحتكاك بيساوي ظا ه بيساوي ظا لام، وخلي بالك من القانون. تاني مرة لو قال لي الجسم بتاعنا حفظ توازنه بواسطة قوة تعمل في اتجاه المستوى لأعلى، اللي حصل عندنا ادي الجسم بتاعنا محطوط على المستوى المائل، القوة اللي بتشده لفوق هتلاقي هنا في واو جاهي واو جتاهي، وهنا رد الفعل عمودي، دي القوة اللي بتشده لأعلى. ممكن يقول لي في قوة تانية، ادي واو جتاهي واو جاهي، ادي رد الفعل، في قوه تميل على المستوى بزاويه ه، يبقى القوه تتحلل، او نقول زاويه ي، يبقى القوه تتحلل قاف جتا ي
وقاف جاية. يا ترى بقى لو كان الجسم بتاعنا على وشك الحركة الأعلى أو على وشك الحركة الأسفل، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل عندنا؟ الفرق هيكون في قوة الاحتكاك. إذا كان الجسم الجسم على وشك الحركة الأعلى يبقى الاحتكاك لأسفل، وإن كان على حركة على وشك الحركة الأسفل يبقى الاحتكاك لأعلى. آخر حالة فيهم أقل قوة وأكبر قوة اللي إحنا قلنا عليها، الجسم بتاعنا اتحط على مستوى مائل، الجسم هيتحرك، أدي قوة أثرت عليه، أدي رد الفعل، أدي واوجة اهي، أدي واوجة اهي، القوة بتأثر لأعلى. أقل قوة تحفظ توازن الجسم يبقى الجسم بتاعنا على وشك التحرك لأسفل، يبقى الاحتكاك لأعلى. ولو قال لك أكبر قوة تحفظ توازن الجسم يبقى الجسم بتاعنا في قوة بتشده لفوق قاف، وهنا واو جا اهي واو جت اهي رد الفعل. أكبر قوة لحفظ توازن الجسم يبقى الجسم على وشك الحركة الأعلى، يبقى الاحتكاك لأسفل. وكل القوانين بتاعتنا اللي احنا كتبناها المرة اللي فاتت كتبناها في الأول خالص، وقلنا إن الكاف بتساوي ميم في ريه، الميم بتساوي كاف على ريه، الريه بتساوي كاف على ميم، ميم دي اللي هي ظالام اللي هي بتساوي ظاهي. قوة الاحتكاك النهائي القانون بتاعها هو ده. بكده يبقى احنا اتكلمنا عن كل قوانين الاحتكاك. حلقتنا المرة اللي جاية إن شاء الله مخصصة لطلبة الصف الثالث الثانوي، والحلقة اللي جاية هنتكلم عن، أيوة الناس تركز بقى معايا، هنتكلم عن الاتزان. إيه بقى موضوع الاتزان في الاستاتيكا؟ ده اللي هنشوفه المرة الجاية مع بعض في حلقتنا المرة القادمة. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.